عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نوريكم روسيت الخبز بالزيتون. لهنا عندي رطل فارينة، عندي زيتون، عندي مغرفة صغيرة ملح، مغرفة كبيرة سكر، عندي مغرفة مليانة بالكدا كما قاعدين تراو، زبدة طرية، نص الكيس زيت، وباكو خميرة متاع خبز. باش نبداو أول حاجة باش نحطو السكر والملح بتاعنا، باش ناخذو الزبدة بتاعنا ونزيدهم الخميرة، نخلط الحاجات الشايحة الكل، نزيدو الزيت بتاعنا. هنا باش نسحقو من بعد المغرفة زيت الزيتونة، توا نبسس في الزيت العادي، نحطو الزبدة متاعنا، باش نبدا نبسس الخبز متاعي. إذا كان تحبوا الخبز مبسس وهشوش من بعد، بسسوه بالزبدة وبالزيت. عندي الماء دافي باش نلم بيه البات متاعي، نجمو نزيدو شوية حليب دافي. لهنا بعد ما بثبثنا البات، نزيدوها شوية ماء دافي باش نلمو بيه البات، وشوية حليب دافي كيف كيف. وطوا زدت مغرفتين حليب، وطوا باش نلم البات متاعي بالماء. نحاولوا نلموا الفتة تاعنا، ماذا بينا نخلي الفتة طرية شوية باش تجينا من بعد هشوشة وبنينة. باهي لهنا باش ناخو البات نعجنها بالكدا ونرجع لكم. اهم حاجه في الخبز هي تكون البات معجونه بالكدا. توا لهنا بعد ما عجنت البات نتاعي بالكدا، ما قعدت كان باش نلفها ونحطها في نحطها اكوتي تخمر لمده ساعه. توا البات نتاعنا كيما قاعدين تراو خمرت، خرجت منها الهواء باش نقسم كيما تراو طريه برشا، باش نقسمها الديبول كيف ما هكا ونحطها على جنب. هكا مرتاحه بالكدا خامره البات تريه متوعتنا في الخدمه. اللي جديد في الشين نتاعي كليك على كلمه ابوني موجوده بالروج تحت الفيديو، ويفعل الجرس كل ما نهبط روسيت جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. واللي يحب يفركس في دي روسيت حلوين، فما قناتي الثانيه تلقاو اليام نتاعها في الرابط نتاعها في صندوق الوصف، زوروها وشوفوا. كان حاجتكم بتحليه للسهريه تلقاو دي روسيت غادي، فما البسبوسه، فما البيتي فور. باهي توا نتعداو فترها شويه، ناخذ دبوزه نغسلها بالقدام اللوطه وننزل بها، نحطها في الوسط، ننزل بالقدا على الخبز نتاعي. الخبز فيها البات فيها الزبده ما تخوفش، نستحقوا شويه زيت زيتونه. شوية فيح متاع خبز. لهنا باش ندهنوها بأصفر العظم، في شوية حليب وشوية خل باش ما يعملناش ريحة خايبة. وباش نحطو الزيتون. بالنسبه لي انا عندي زيتون جويد، انتوما اذا كان عندكم زيتون مقصوص شرائح هذاك هو اللي تحطوه.
توا الزيتون تاعي صح مقعد كان باش نحط عليها شويه في خبز كيما تنجموا تحطوا سينوجه كهوا باش نزيدها في لي زيتونه فروست توا مقعد كان باش نتعداو للخبزة اللي من بعدها نفس الطريقة ناخذو دبوزة كالعادة نحاولو نحفرو بها في الوسط كيف ما هكا طريقة سهلة ما تخش ياسر وقت كما قاعدين نتراو هنا ندهن كيف ما العاده من الاصفر تاع العظم كما قلنا تنجموا تحطوا الزيتون شرائح كما تنجموا تحطوا الزيتون الاكحل في الوسط والزيتون الاخضر تزينوا به الاطراف نتاع الخبز نتاعكم هذه هي الرسيت نتاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم توا مقعد كان باش نخليهم يزيدوا يخمروا وباش نحطهم بعد يطيبوا نحطوا زيتهم في الوسط وباش نرشوهم بشويه في حتى خبز كيف ما هكا طبعا باش نخليهم يخمروا نتاع ربيع ساعه اول ما تشوفوهم طلعوا خمروا بالكدا تحطوهم في الفور على 220 درجه كما تراو هذو ما هما الخبزات نتاعنا توا هذوما هما الخبزات نتاعنا حضروا كما قاعدين تراو هشوشين خاطر حطينا في وسطهم زيت زيتونه بساسين بالزبده وبالزيت بالكدا ان شاء الله تكون عجبتكم الرسيت ما تنساوش باش تعملوا طلع عشان جديده نتاعي واللي جديد في الشين هذه يعمل ابوني ويفعل الجرس بسلامه